باخدش حقي ما باخدش حقي يا كابتن نجم يعني على الورق بيقول لي هديك فلوس ما باخدش حقي على الملعب اه والله بروح الملعب ما باخدش حاجه خالص ولا تحكيم الظالم وبعدين تحكيم ولا افريقي خلي بالك قال لك عمر صح صح الافريقي وقف 10 حكام من غانا بس لسه ما وصلكش طيب معانا على التليفون قبل ما نتكلم في احداث اللقاء والتفاصيل استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي مساء الفل مساء الخير يا كابتن سيد تحياتي لحضرتك ومنور قناه النادي الاهلي ابن عزيز من ابناء النادي وقياداته اللي بنعزهم وبنقدرهم انت كمان محظوظ معاك نخبه من الناس اللي احنا بنعتز بيهم جدا سواء كابتن ربيع ياسين او كابتن اسامه عرابي نجمي النادي الاهلي عبر العصور والمحبب الى قلوب كل الاهلاويه بقى الكابتن طارق العاشر يعني فانا بحييك اهلا وسهلا احنا مستعيرينه خلي بالك يعني استعار شويه احنا بنعتبره اهلاوي عموما يعني له مكان انت عارف عندنا اه طبعا طيب شبيه يمكن كان في مجلس اداره امبارح واجتماع لمجلس اداره كان في بعض القرارات من ان احنا نعرفها من حضرتك وليه بس حاجه طبعا تخص الكوره هناش حضرتك فيها اتفضل يا فندم تحت امرك طبعا كابتن سيد الحقيقه انه كان اجتماع مهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بالامس استمر اكثر من 5 ساعات بحث مجموله من الموضوعات لعل ابرزها زي ما حضرتك تابعت معانا هو الانتهاء من اعداد لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي وطرحها للنقاش والحوار المجتمعي مع رموز الرياضه والثقافه والاعلام وبالطبع القامات القانونيه والفكريه في النادي الاهلي بهدف الوصول الى افضل صيغه قبل طرحها للتصويت عليها ان شاء الله يوم 28 سبتمبر المقبل في جمعيه عموميه غير عامه. الحقيقه انه هذه اللائحه عملت عليها لجنه مشكله برئاسه القامه الاهلاويه والقانونيه الكبيره اللي بنفخر بيها جميعا الاستشار محمود فهمي ومعاه مجموعه من 7 اعضاء مجلس الاداره ونائب رئيس النادي الاستاذ عمرو فاروق والاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ انتيل محمد الجرحي كان مقرر اللجنه زميلنا العزيز الاستاذ حازم هلال والتقوا الكابتن محمود خطيب كمان في اكثر من اجتماع عدد كبير جدا من ساعات العمل لاعداد وصياغه لائحه تليق بالنادي الاهلي وتنتقل به فعلا الى العالميه والى مصاف الدول الانديه الرياضيه العالميه خصوصا انها تتضمن العديد من الجوانب الاستثماريه وانشاء شركات بما فيها شركه لاداره كره القدم زي ما حضرتك. الحقيقه انه هذه اللائحه يعني من اليوم سوف تطرح للنقاش لوسائل الاعلام يكون في ورش عمل في النادي ندوات في فروع النادي المختلفه هنتلقى المقترحات الخاصه بالساده اعضاء الجمعيه العموميه بشكل او باخر هيكون في ايضا يعني استضافه قامات رياضيه وقانونيه للحديث والاستدلال بارائهم حول بنود هذه اللائحه بحيث زي ما حضرتك يعني قلنا نصل الى افضل صيغه ولائحه تليق فعلا بالنادي. الغرض الحقيقه من سرعه عرضها على الجمعيه العموميه في جمعيه عموميه غير عاديه هو انه النادي الاهلي بكل تاريخه وبكل مقوماته عنده جمعيه عموميه عاديه في شهر اكتوبر. فمجلس الاداره ارتأى انه لا يجوز ان احنا يعني تتعقد الجمعيه العموميه العاديه مره اخرى على اللائحه الاسترشاديه اللي بنعمل بيها الموضوع من قبل اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب، لانه الحقيقه النادي الاهلي يستحق ان يكون عنده يعني لائحته الخاصه اللي بيدير بيها شؤونه فهو النادي الاكبر وهو قاطره الرياضه والثقافه والحقيقه في العالم العربي. فبنتمنى ان شاء الله انه اعضاء النادي الاهلي يقوموا بدورهم اولا في هذا المجال مناقشه اللائحه ثم الاقبال الكبير على الجمعيه العموميه اللي هتنعقد على يوم واحد في المقر الرئيسي في الجزيره ان شاء الله يوم 28 سبتمبر بالاضافه طبعا كان في قرار اخر مهم يتعلق ب تفويض السابع اعضاء مجلس الاداره كلهم بملف من الملفات المهمه جدا في اطار برنامج عائله الاهلي والطموح الكبير الحقيقه اللي مجلس الاداره بيشتغل عليه منذ اليوم الاول، كان في وقفه مع النفس في مجلس الاداره بنتكلم 6 شهور عمل في كشف شتات ماذا قدمنا والى ما نطمح الحقيقه، لانه في عمل دؤوب من مجلس الاداره ومن المكتب التنفيذي والاداره التنفيذيه الحقيقه لتقديم افضل خدمه ممكنه لاعضاء النادي ومن ثم النهوض ايضا بالنشاط الرياضي وكره القدم اللي هي عشقنا وسبب يعني نجاح النادي الاهلي وصنع الشعبيه الطاغيه ليه في كل العالم الحقيقه بدون مبالغه مش بس مصر. كان في امور تتعلق بالنشاط الرياضي زي ما حضرتك تابعت معانا ولاعيبه كره طايره كره يد
سباحة، بالإضافة إلى توفير كل الدعم للفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني ومباراته المهمة اليوم مع النجم اللبناني، يعني فخورة انطلاق الكرة العربية لكرة القدم. طيب حضرتك ذكرت وكان من ضمن القرارات إنشاء أكاديميات موجودة أو كروية موجودة للنادي الأهلي في أفريقيا، كيفية إقامتها؟ يعني هل بدأتوا في الموضوع ده؟ الموضوع ده في منتهى 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 الأهمية، يمكن سبقنا أو سبقنا به عدد كبير من الأندية الإنجليزية والأوروبية وكل أو الأسبانية تحديدا كمان هناك في غانا في نيجيريا في الكاميرون في أماكن كتير جدا جدا، كيفية إقامتها؟ أنا بحييك وبشكرك الحقيقة على هذا السؤال، لأنه الحقيقة أنا شايف أنه ده قرار مهم من قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه المجلس الحقيقة بينظر إلى إفريقيا، يعني النادي الأهلي مؤسسة رياضية الأكبر والأهم في مصر، ويدرك قيمة التوجه المصري نحو إفريقيا. الدول الإفريقية دول شقيقة وعزيزة وبتربطنا بها علاقات خاصة ومتميزة، ولا شك أنه الرياضة وكرة القدم بتمثل رأس القوة الناعمة في علاقات مصر بشقيقاتها الإفريقية. النادي الأهلي اطلاعا بدوره الحقيقة وبعد ما وصل له يعني رغبات كثيرة جدا من عدد من الدول الإفريقية بشأن إنشاء أكاديميات لكرة القدم، درس الموضوع وقرر المضي قدما الحقيقة، ويعني إعداد ملف سيتولاه أحد السادة أعضاء مجلس الإدارة لعرضه على المجلس في أقرب وقت. ستكون هناك شراكات يا كابتن سيد مع بعض الأندية مع بعض المؤسسات على غرار ما تم في بعض الدول العربية زي الكويت وغيرها، وحضرتك كنت موجود ربما كمدير للجهاز وحضرتك تابعت او عندك يعني جانب من التفاصيل حول هذه. موجود دلوقتي انت موجود على المستوى العربي، موجوده اكاديميه الاهلي في الكويت، موجوده دلوقتي اكاديميه الاهلي في الامارات في دبي والشارقه، ففي موجوده يعني في بقى يعني في كمان دور لنا على المستوى الافريقي كمان. اتفضل. وده دور كبير ومهم جدا، وزي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بيعي تماما في اطار توطيد علاقتنا بالدول الافريقيه الشقيقه، ده عمقنا وأمننا القومي والرياضة جزء من هذا الأمن، ولا أكون مبالغ يعني إذا قلت هذا كابتن سيد. والحقيقة إنه لا أحد يستطيع إلا النادي الأهلي القيام بهذا الدور، لأنه ده قدره التاريخي وحتى المستقبلي. كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الحقيقة بيولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وعندنا مجموعة من طلبات من دول إفريقية شقيقة يتم دراستها وعمل دراسة جدوى علشان نبدأ التنفيذ على طول في هذه الدول، وإيثار طبعا مدربين من أبناء النادي الأهلي المحترمين والعظام بكل تاريخهم لتولي هذه الأكاديميات وإعداد كوادر في الدول الإفريقية. مهم جدا يكون النادي الأهلي متواجد، وحضرتك عارف قد إيه شعبية النادي الأهلي شعبية كبيرة أيضا في كل الدول الإفريقية. قريبا إن شاء الله كابتن سيد هيكون عندنا خطة متكاملة هنطرحها ونقول هنبدأ بكم أكاديمية أو بكم فرع في أي من الدول الإفريقية إن شاء الله. خطوة في منتهى الأهمية، يا رب التوفيق لها بإذن الله. شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب زي ما قلت هي خطوة في منتهى الأهمية، يعني